دي تشكيله الانتر المثاليه. هو لازم بقى وهنخش معاه هتلاقي معظمها اللي خدت التريبلات الثلاثيه. يلا سيزار طبعا جوليو حارس مار. اوكي جوليو سيزار البابا طبعا. كابتن الفرقه زانيتي يمين. القلب صعب قوي. ممكن ناخد تساعدوني عشان لوسيو القلب. ممكن ناخد لوسيو. ماشي ده انتر. في عتاوله لعبه في القلب. كريستيان كيفو مثلا كان كويس قوي. طب بص دي عشان خاطر ابو الركب حط ماتراتسي. ماشي مش هتحط كورتوبا؟ لا احط ماتراتسي. انا كنت بحب كورتوبا. كورتوبا ده كان اسرع لعيب في اسرع باك. ماشي شمال. لا سوري يمين هيبقى مايكون. ماشي. شمال زانيتي. زانيتي ماشي بالعكس. ماشي وسط الملعب بقى هناخد ستانكوفيتش كامبياسو. هناخد جور كيف. تمام. وهناخد ستانكوفيتش. تمام. وهناخد تلعب بثلاثة؟ كامبياسو. هاخد كامبياسو. حلو شكرا يا سيدي. حلو جايين انت لسه ده جامد. ثلاثة اللي قدام بقى انت فوتت اسم كبير في نص الملعب بس يعني تمام. ما انا بس اللي حاضر هاتوا في الهجوم لما تقوله له شنايدر. ماشي بس شنايدر هو بطل الثلاثية. هو بطل الثلاثية اللي انا هحضر كيف ده انا احضر. طب يلا عشان الوقت. يلا مين تاني قدام بقى احط ايتو ورونالدو. ايوه وهحط كمان دييجو ميليتو. برينسيبي. بس ماشي نحط ميليتو عشان خاطر سامي. حلو يبقى سامي كده